محمد جمال يعلق. كل من قاسم مهدي وكذلك قروي في الوسط. من هناك حضير الكرة هبطة بعاون، يا سلام، أول فرصة وكرة صعبة وخطيرة للقش للبلودية على حساب شباب بلوزداد. مقطوع الكرة من هناك تتحول إلى عملية هجومية، من هناك محاولة للكروم جانبية للبلودية. ملعوبة الدفاع فوق المرمى، دفاع شباب يخرج الكرة على الجهة اليسرى، نقاش طلب الكرة، نقاش وصلت مرت حشو يسدد بقوة في العريضة، ترجع الكرة، القوة الكبيرة من حسن حد الحارس صالحي. هو الآخر في شباب بلوزداد، من هناك الكرة لمرتين حول من مقداد صالحي على مرتين، نيتي البحث عن لاكروم ربيح يحاول في هذه الكرة يوزع الحارس شعال الدفاع في المرة الثانية، قاسم مقطوع الخطورة، أول أهداف المباراة لشباب بلوزداد في الدقيقة 42، خطأ لعب بالنار، ربيح قتل وسا على الكرة شعال هنايا ترجع، المفروض انه يمد الكره للزميل دمو اللي الفاصل حب يستدير هنايا لاكروم من ضمن خطا ممنوع سقط فيه دفاع المولوديه، حشو بقوه الدفاع مدير الجزائر في محاوله دير حشو دائما وراء الكره الثابته ملعوبه داخل والحارس بصعوبه كبيره صالحي موسى، والاول ايضا لبادو زكي، وهو كره لزرداب للبلوديه ملعوبه، الحارس يتدخل زرداب يحط الكره ولكن لا احد في المتابعه، من هناك يحاول في هذه الكره يتجاوز داخل منطقه العمليات، يحضر كره صعبه خطيره، قوه كبيره من حشود ولكن الكره مرت وعزي وصل لحشود، حشود الان يوزع كره، خروج الحارس الصالحي الكره والدفاع يرجع عن أوراق هجومية بديلة رابحة وناجحة لحد الآن محور.